بشكركم، ودي كانت حلقتنا من داخل إيديكس 2023 النسخة الثالثة، واللي شفنا فيها قد إيه الصناعة العسكرية المصرية تقدمت بشكل كبير جدا. من كام سنة كنا ما إلا بلد مستورد للسلاح بكل أطيافه، لكن الآن إحنا تقريبا العاشر على مستوى العالم في البحرية، الـ14 على ترتيب الجيوش العالمية. حقيقي التطور واضح جدا، ورصدته لحضراتكم بالداخل. فكرة حتى الأقمشة احنا بقينا بنصدر، فكرة الوقي من الألغام، حاجات كتير جدا في إيديكس قربنا منها علشان نعرف التطور العسكري المصري، كمان مش على مستوى اللوجستيات فقط، وكمان على مستوى الإلكترونيات وعلى مستوى الجندي المصري. يمكن اللي حابة أقوله في إن احنا ليه في إيديكس النهاردة، انا يمكن ما تشرفناش ان احنا نحضر النسختين السابقتين لمعرض إيديكس قبل كده، لكن كنت حريصه المره دي، وده يمكن احساس بالمسؤوليه للمخاطر اللي بتمر بيها بلدنا. تقريبا كل الجهات وكل الحدود المصريه مشتعله، مما جعلنا نعرف يعني ايه فكره ان انا يبقى عندي سلاحي، عندي اكتفائي، انا عندي بتعامل مع الجميع بنفس على التوازي. أن أنا الآن أكون شريك في هذا التصنيع ده شيء يشرفنا جدا. عايز أقول في وقت ما كنا بنعيد تسليح الجيش الكام سنة اللي فاتوا، كان كتير من الناس بتقول لنا لما تقابلنا إحنا هنعمل بكل السلاح ده إيه، وإيه لازمته، وليه دلوقتي وإحنا بلد محتاجة كل ده على الأكل والشرب وتفاصيل كتيرة ما كناش فاهمين معناها. لكن في التوقيت اللي إحنا فيه وفي التحديات الكبيرة اللي كلنا شايفينها، ما بقتش خافية على أي حد مهما كان منصبه أو شغله أو ظروفه إيه، فكلنا بنقول تحيا مصر في أمنها وأمانها، تحيا مصر في اختيار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تسليح الجيش مرة تانية طوال الكام سنة اللي فاتوا، اللي فرق كتير معانا دلوقتي، بقينا في مساواة لدول جوار كانت ممكن تكون سبقانا في وقت سابق كان يبقى خطر علينا دلوقتي. وجودنا في إيديكس النهاردة هو أنا ببعت لحضرتك وانت قاعد في البيت رسالة أمان واطمئنان أننا ماشيين على الطريق الصحيح. فكرة إعادة التسليح اللي بدأت من كام سنة فاتوا خلتنا دلوقتي حقيقي في أمن واستقرار. فكرة ان انت واثق في جيشك، واثق في امكانياتك، كل ده يخليني اقول شكرا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي كانت حلقتنا النهاردة. حابة أأكد عليكم تاني، موجود 711 شركة بيتنافسوا في الصناعات العسكرية، ولكن خليني ما قدرتش، كنت حابة ان يبقى عندي وقت اكبر ان انا اروح لأجنحة اكتر، لكن بمجرد ما زرت الجناح المصري وهو كان مدعاة للفخر، وكنت حابة حضراتكم كمان تشوفوا معايا كل التفاصيل، واللي يمكن ما قدرتش لضيق الوقت ان انا ارصد كل الموجود وكل القدرات المصرية في الصناعة العسكرية. دي كانت حلقتنا من إيديكس 2023، بشكركم والى لقاءات اخرى، ونتقابل في إيديكس القادم ان شاء الله.